أصل الآن إلى مناحل وعسل العديري، ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ هذا وش هو العسل؟ هذا عسل أبيض، هذا مخفوق سدر مع ربيع، مخلوط يعني؟ أي مخفوق خفق جديد. أيوة. ممتاز بالحيل هذا، ما شاء الله. مؤتمر الدولي 13 جمعية النحالين الآسيوية جدة المملكة العربية السعودية عام 2016، جائزة عسل. هذا سدر، هذا سدر، عسل سدر في طلح، في هذا عسل طلح هذا. نعم. وهذا أثل، عسل أثل. إيه. هذا وش هو العسل؟ هذا عسل أبيض، هذا مخفوق سدر مع ربيع، مخلوط يعني؟ أي مخفوق خفق جديد. أيوه. ممتاز بالحيل هذا، ما شاء الله. سدر مع ربيع، عسل سدر مع عسل ربيع. ما شاء الله تبارك الله، ربيع عاد السنة هذه ما شاء الله ربيع. ما شاء الله تبارك الله. فود في هذا سيديل. وشو الأبيض هذا؟ عسل العديري؟ عسل أبيض. أيوه. إيه عسل أبيض. وهذا؟ هذا حبوب لقاح. لقاح. أيوه. كم سعره هذا؟ عليه عرض 150 ريال ومعه حبوب لقاح هدية. هذا. طيب والمتابعين في تخفيض؟ إيه عاملين عليه عرض 150 ريال أصلاً. هو كم سعره؟ أبو عبد العزيز مساء الخير. هلا وغلا، شلونك؟ يلا حي الله يحييك. يحيي الله رحالتنا. الله يحييك. الدولي ما شاء الله. شو أنا صورت من شوية العسل الأبيض، نبيك تعطي المتابعين فكرة عنه. العسل الأبيض ما هو إلا عسل مصدره سدر أو أي زهرة من الزهور، سواء زهور ربيع أو غيره، لكن في طريقة إخراج معينة. طريقة الإخراج، العسل طبعا مثل ما قال ابن القيم، طعام مع الأطعمة، شراب مع الأشربة، حلوى مع الحلوى، فما خلق الله لنا مثله من جنسه ولا قريب منه. هذا يعتبر حلوى. سمي ابو عمر. تبارك الله، ما تسمع. ما شاء الله يا ابو عمر، ها المذاق ما شاء الله خيال. يعني توصي المتابعين به جدا جدا. ما شاء الله ما شاء الله، تلحق وما تلحق على الكميه. الله يجزاك الخير ابو عبد العزيز. انا السعر بس لا. السعر هو طبعا سعره ب 250، الان عليه عرض ب 150 مع هدية حبوب لقاح. هذه طبعا هذا الهدية الحبوب على الجمال. طبعا هذه خفق عسل ربيع نجد وسدر الجنوب مع ما شاء الله. سدر الجنوب مع كرات، هنا بنوريكم صورته بعد الخفق ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. هذه شريكة الخفق إيه، لكن هذا دخل التما هالحين. إيه أضبطوا له التما؟ لا أول حال هذا الماكينة، هذه الماكينة الخفق. نبدأ إن شاء الله خفق العسل، عسل ربيع وعسل سدر الجنوب مع كرات. نوريكم صورته بعد الخفق إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. مبدئي هذا المبدئي. إيه. هذه بعد خفقه تقريبا دورتين او ثلاث دورات. ايوه ان شاء الله. وبعده يجينا ان شاء الله. سلام. أيوة. هذا هو مخفوق الان. هو مخفوق جاي. ما شاء الله ما شاء الله، لونه جميل. وسبق انه جانا عسل بسبب هذا طريقه التعبئه عندكم الان. طريقه التعبئه ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا العسل الأبيض المخفوق مصدره السدر، سدر الجنوب مع نوع من أنواع 200 العسل. السلام عليكم. السلام عليكم. 100 فيه 100. ما شاء الله يا حياك. هذا سنابك أبو عبد العزيز؟ هذا سنابي. عسل عديري، هذا سنابه. صوروا الشاشة وضيفوه، تواصلوا معه أبو عبد العزيز حبيب والله. عدت بلقاء الأستاذ مسعد العديري أبو عبد العزيز. حنا أسعد الله يسلمك ويطول عمرك ويخليك، يا ألف أهلا وسهلا. الله يسعدك. حقيقة تعرفنا على كثير معلومات واستفدنا عن طريقة العسل وخاصة الأبيض هذا، أول مرة أشوف زيه. عسل العديري. ألف أهلا وسهلا، الله محييك وحنا سعدنا بك أكثر. شكرا يا أبو عبد العزيز. في أمان الله. حياك الله. تابعيني الله يسعد مساكم. طبعا شفتوا عسل عديري وما قصر ابو عبد العزيز، اعطاكم معلومات عنه. هو صراحه كثير المعلومات وكثير الكلام، ولو بيقص لنا يعني طريقته وسفره الى دوله لينتج لنا هذا العسل الابيض المميز الممتاز طويله السالفه، لكن هو اختصر لنا بشكل مختصر ومفيد. فلا تنسون، والان عليه تخفيض من 250 الى 150، والعرض لفتره محدوده. وحياكم الله في عسل العديري
التوفيق للجميع.